السلام عليكم. باش تعرف البطولة التونسية قديشها ضعيفة، الترجي الرياضي التونسي قام بانتداب مدرب الله أعلم به في أوروبا. شنو هو المستوى متاعه؟ متوسط، محترم، دون المتوسط؟ على كل حال المستوى متاعه مقارنة بالمدربين التوانسة والمدربين اللي مروا على البطولة التونسية السنوات الأخيرة، من نجم كان نقوله هو أفضلهم. ثلاثة جولات في البلاي أوف حصل على بطولة، ثلاثة جولات حصل على بطولة. باش تقول لي البطولة فاش تحكي مازالوا لها ستة ولا سبعة جولات، تي انت مع الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي بينك تي ثلاثة نقاط تاهلتوا للبلاي اوف، النادي الافريقي بينك وبين الترجي الرياضي التونسي نقطتين، توا بينك وبين الترجي الرياضي سبعة نقاط، غدوة يولي بينك وبين الترجي الرياضي 8 و9 و10 نقاط. علاش انت تتوقع بقية الأندية كلها باش تنتصر والترجي الرياضي باش تنهزم وتخلطوا عليها؟ بالك تلعبوا مع الجنون انتم، تيماكم حتى انتم تلعبوا كونتر بعضكم، يعني ثم فريق باش يربح وفريق باش يخسر ولا باش تعادلوا الزوز مع بعضكم، وكل عادة هذا الكل باش يكون في مصلحة الترجي الرياضي التونسي. على كل حال بعد انتصار اليوم الترجي الرياضي على النادي الإفريقي، بقية الأندية خمسة أندية بروا توا كولوا بعضكم على المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، وخلي الترجي الرياضي التونسي تتفرغ رابطة الأبطال الإفريقية. اليوم الترجي الرياضي التونسي انتصر على النادي الإفريقي، وبعد تعمل بعض المشكلة وين؟ اليوم كل مقابلة كاردوزو يلعب لهم بتكتيك، الفريق هذا يلزمني نلعب له هاك، الفريق هذاك يلزمني نلعب له هاك. في الاخر الترجي الرياضي مستواه ممتاز، مستواه متوسط، مستواه دون المتوسط، ولو انه ما ثم حتى مقابله المستوى نتاعو كان دون المتوسط مع المدرب البرتغالي. بعد 90 دقيقه الترجي الرياضي التونسي تلقاها منتصر. اليوم اللي صنع الفارق بين النادي الافريقي والترجي الرياضي، على خاطر المقابله تحب ولا تلعب تكره، لعبت على جزئيات صغيرة بدليل ما ثماش فرص لا من جانب الترجي الرياضي ولا من جانب النادي الإفريقي، لكن اللي صنع اليوم الفارق القيمة الفنية متاع الترجي الرياضي التونسي لو نقارنوهم بملعبية النادي الإفريقي. والحقيقة راهي يلزمها تقال، راهو شخصيا ما عم باليش وقت اللي نشوف هذيك حمرة نقول لك راهي حمرة، انت ترى فيها خضرة، خضرة بالنسبة ليك، ترى فيها كعلة، كعلة بالنسبة ليك، ما تحبش تسمعني ما تسمعنيش، راك حر، راني مانيش نلز فيك بالسيفة باش تسمعني. اليوم كي تجي تشوف، باش نعطيكم مثال بسيط، اليوم تجي تشوف رودريغيز كان يمر فترة فراغ كبيرة برشا مع الترجي الرياضي، الثلاثة مقابلات أو الأربعة واللي هو المهم مع المدرب الجديد البرتغالي كاردوزو، تقلب 180 درجة، السيد كل مقابلة يسجل وكل مقابلة يصنع الفارق، بينما مهاجم النادي الإفريقي يدو ضرب 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 يخروحه يضرب وحده ولا مع ممكن زوزة من الملعبية. راهو المهاجم وقت اللي مقابلة يسجلك هدف ومقابلة اللي بعدها كيف يسجلك، راهو مش بالسهل باش تلقى مهاجم بالفنية بالكاليتي هذيك، لذا أعرفوا كيفاش تستغلوه. شنو اليوم سامحوني، اليوم إيدو يسجلك مثلا تلقى النادي الإفريقي منهزم، غدوة يسجل لك زوز أهداف تلقى النادي الإفريقي متعادل، أكيد باش يجيه وقت ويمر فترة فراغ. حاليا إيدو بعد السيزو اللي حطها في المقابلة الأخيرة ضد أكاديميكا، البقية أو من عارش اسمه الفريق، بقية المقابلات إيدو المستوى متاعه كان متوسط. ثم شكون اللي عوض إيدو؟ ما ثماش. فالترجي الرياضي التونسي وقت اللي رودريغو رودريغيز قاعد يمر فترة فراغ، ثم شكون اللي عوض فيه من الأروقة من ملعبية وسط الميدان؟ هذا فيما يخص المهاجمين. نجيو حاليا لملعبية وسط الميدان، على حسب ما قاعدين اليوم نشوفوا في مباراة الدرب، نجيو حاليا لملعبية وسط الميدان، راهو النادي الإفريقي عنده ملعبية مش خايبين، أما ما همش ملعبية متاع ألقاب تحب ولا تكره. اليوم وسام يحيى كل مقابلة يجيك يقول لك الجولدن بوي و40 سنة ويعطي للنادي الإفريقي، فيش قاعد يعطي للنادي الإفريقي؟ يلعب في مستوى متاع ملاعبي ما هو باش يهز حتى شيء مع فريقه،
مش هو قدم في مستوى كبير، ليه المستوى متاعه يخوله أنه نادي الإفريقي يلعب على التروازيام بلاس، يلعب على الكاتريام بلاس، بدليل نعود نقول عام كامل هو بطل ما فكرت فيه حتى الجمعية، رجع للنادي الإفريقي الأدهى وأمر والأتعس أنه رجع يكور. اليوم يا وسام يحيى راو يا صاحبي راو ملاعبك يجري لك ويجيب لك يفكر لك في كفران، راك باش تحطها بالملي، راك باش تصنع بها الاختر، مش الكفران الاولى على الحيط تركيبك تسفين بالسيف. فرغيني معلم، تنجمش توصل كوره 40 سنه حتى انت يلا غالب ولا الله ومنك مازلت تجري. الكفران الاولى، الكفران الثانيه، الكفران انت كي وليت خايف وعارف روحك ما عادش تنجم توصل كوره، تيبه جمله يا معلم، ولا زعما كفران في بلاصه يا معلم مش عاديه نتاع بونتو، يعطيها بجنبه لنارشان يعطيها للكرس اسمه للجزائري، ولا يعطيها لاحمد خليل تتفك يعملوها الترجي الرياضي التونسي يعمل كونتر اتاك. ما تنجمش بعد خويا، ما تنجمش نعاود نقولها لا بوسام يحيى ولا باحمد خليل. احمد خليل وك البقابو وك البقابم وك الدنيا وفي وسط الميدان وكذا، راك تعملها مع الزغزغ، راك معك الزغزغ معك الانديا كذا وفك كل كوره وكوره كذا، على خاطر انت قوتك فك الدز والدنفر وتام جي صاحبي مع وسط ميدان ترجي رياضي كاس اسمه اولو دنيا وكذا، مش الدنفر يا معل، مش الدنفر يا معل، لا تنجم تعاون لا في الهجوم ونص البيس في الدفاع، تحب ولا تكره مع الاندية المتواضعة ممكن تظهر، اما في المقابلات الصحيحة راك ما تنجم تعمل حتى شيء. اوكا اسمه غيلان الشعلان عام كامل وهو بطال، يربك يحط لك كورة تاتاتات شوف كيفاش يرجع كورة كذا، ما تنجمش انت، ما تنجمش لذا ملعبية هكا في وسط ميدان النادي الافريقي ما ينجم يعمل بهم، ما ينجم يعمل بهم حتى شيء. شوف انت كل الجول يا معلم، شوفك الجول يا معلم يا اخي، هذاك يطمن، هذاك جول يطمن، هذاك جول نتاع ايكيب ناسيونال، هذاك جول يضربوا عليه بالبونية، والله موجود في ايكيب ناسيونال على خاطره موجود في النادي الافريقي كيما نادي الغندر. خرج مهنا من النادي الافريقي باي باي، خرج بلال عيفة من النادي الافريقي باي باي، يخرج هذايا من النادي الافريقي باي باي، تو مازال يضرب ضربه في المنتخب التونسي. لذا كي تشوف ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي، كي تشوف الملاعبيه المعاوضين في الترجي الرياضي التونسي، انت اليوم كي تشوف وائل الدربالي عنده قداش ما كانش موجود في التشكيله الاساسيه، تلقاه في الدربي في التشكيله الاساسيه ويعمل البلوس، ينجم يعمل البلوس على خاطر ملاعبي عنده من الامكانيات، بينما الملاعبيه نتاع النادي الافريقي الاحتياطيين ما جابش ربي في الاساسيين باش يجيب ربي في الاحتياطيين. راهو نعاود نقولها مرة أخرى، تنجم تقول والله اليوم النادي الإفريقي ماهوش خايب وراجع في السكة الصحيحة، بالتخمام هذا نعاود نقولها ما تلومش إدارة فريقك نهاية الموسم وقت اللي تلقى روحك متواجد في المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة، ما تلومش إدارة فريقك على خاطر اليوم النادي الإفريقي زعما ظهر بوجه محترم امام ترجي الرياضي على خاطر اكل الفولونتي نتاع الملاعبيه، الاراده نتاع الملاعبيه والدربي والتونسيون تطلع، الملاعبيه حبوا ما يخسروش لا اكثر لا اقل، حبوا ما يخسروش، غلطه ما قدروش باش يرجعوا، سهله الحكايه. اليوم النادي الافريقي ما لعبش من اجل الانتصار، العب يقول لك خويا امام جمهور وترجي رياضي يمر فورمه كبيره، يا خويا نلعب من اجل التعادل، نقطه التعادل بالنسبه ليا ايجابيه. مشى امريكا الملول هفوه لك اسمه المدافع هيكها ما نجمش يرجع، فيت الحكايه هذيك هي المقابله. الترجي الرياضي ما حبش يدخل، تصور انت مثلا اليوم لو النادي الافريقي هو اللي تقدم في نتيجه باش تشوف الترجي الرياضي بالوجه اللي يظهر به اليوم، اكيد ليه اكيد باش تلقاه يضغط، على خاطر اليوم الترجي الرياضي حب يجري المقابله كما يحب ونجح في اللي حب عليه، انه عرف كيفاش يجري المقابله وانهى المقابله هدف لصفر بالنسبه ليه، نتيجه تنهي البطوله. حلقتنا اليوم وفات، في ختام الحلقه كالعاده البياري متبقي كبش يقول لكم تحيه تونس، تعيش تونس، كنا تونس، والسلام.